هل استعمال قطرة العين في نهار رمضان تفطر من الصيام أم لا؟ الاحتياط تركها واستعمالها في الليل، هذا هو الاحتياط، لأنها قد تذهب إلى الحلق ويجد طعمها في حلقه، فالاحتياط أن يتجنبها الصائم إلى الليل. نعم، وقد ذكر بعض العلماء أنها إذا وضع في عينه شيئا فوجد طعمه في حلقه أنه يفسد صيامه، فالأمر فيه خطورة، فالابتعاد عن هذا وترك مداواة العين بالقطرة أو غيرها إلى الليل أحوط للمسلم. نعم. أحسن الله إليكم.